عايز أقر بحقيقة إن إحنا لما بدأنا نعيد تجهيز وتحديث مجمع غرف العمليات في القصر العيني مشفاة جامعة القاهرة، بدأنا 2007-2008 حيث قدم شركات كتير عروض فنية ومالية وتكلفة لكل مكونات إعادة تجهيز غرف العمليات، من ضمنها الأضواء والترابيزات وجهاز الأشعة والأمور التي تبقى ملحقة بغرفة العمليات. ساعتها الظروف من ضمن المتقدمين كانت شركة لايف كير. لايف كير حسب ما ساعتها هو القانون الممارسات والأمور الحكومية دايما بتدي تفضيل للمنتج المصري حتى في السعر، يعني بتسمح له أنه ينافس مع الأجنبي بسعر تفضيلي، وكانت كمية كبيرة وكنا عندنا جرأة في القصر العيني أن احنا نشجع المنتج المصري، لأنه ساعتها احنا فهمنا أنه السبيكة المعينة اللي بتستخدم في صنع الآلات الجراحية كانت ألمانيا بتوردها ليهم، وهم بشغل مصري كانوا بيصنعوا منها الآلات الجراحية بسبيسيفيكيشنز ومواصفات دولية. أنا أقر أنه حجم كبير جدا من الآلات تم شرائها من لايف كير، وعمرنا ما ندمنا على ده. الكلام ده عدى عليه يعني يمكن التوريد تم أواخر 2009-2010 ما لم أكن الذاكرة بتخني، يعني عدى عليه النهاردة 12-14 سنة، وده أدى إلى أن احنا من الثقة بمنتج أزعم أنه كان جديد علينا، لأنه احنا كنا متعامل مع شركات ألمانية وشركات باكستانية وشركات مختلفة أخرى بجودات مختلفة، طبعا الألماني غير الباكستاني. تعاملنا خلانا نكرر التعامل وجهزنا آلات مستشفى برج الأطباء للمهندسين يمكن سنة 2017، وجهزنا كذلك 2021 مستشفى مصر. أنا سعيد بهذه الشهادة وأرجو أن هم من جيد يبقوا جيد جدا وجيد جدا ويبقوا امتياز، ويبقوا إن شاء الله البديل المصري اللي بكواليتي كنترول أو برقابة جودة عالية على منتجاتهم، يبقى هو الشيء اللي احنا بندور عليه عشان نستخدمه بجودة عالية وبرضه بسعر جيد.